قال: فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا، وإلا فللحاكم. نعم، إذا اشترط الواقف ناظرا يبقى هو الناظر، خلاص ما حد لا يتدخل، لأن هذا حلالي وأنا أتصرف فيه بما أشاء. طيب، إذا لم يشترط ناظرا فهنا الحاكم هو الذي يعينه ناظرا على الوقف. نعم.